الفائزين في رمضان دول اخرتهم غير اخرة كل الناس. لو انت فزت في رمضان موتك بيبقى افراح وفرحة حين يلقى الله. القبر بيبقى حصن حصين من النار. ساعة الطلوع من القبر بيبقى ريحتك اطيب من ريح المسك, يعني اطيب من ريحة الشهيد, اطيب من صحيح مسلم. لخلوف, لخلوف بالضم, لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك في صحيح مسلم. يا جماعة يعني انت طالع ريحتك غير كل الناس. كل الناس عطشانة وانت مروي لانك ما عطشت. كل الناس حرانة وانت في ظل صدقتك اللي تصدقت بها في رمضان. مين يا جماعة, مين يا اخوانا, مين يا جماعة يقدر ينتهز شهر رمضان اسرع الناس للجنة, اتقل الموازين فيهم, غير ان الصيام. سفيان بن عيينة بيقول ان الصيام محدش يقدر ياخد منك حسناته. يعني على القنطرة لو انت ظلمت حد من العباد ياخد من اي عبادة الا الصيام. ليه؟ عليه حصنة ربانية محدش يقدر ياخده. يعني ده اللي ممكن تدخل به الجنة في الاخر. ولا يريد بكم العسر, الحصرة اللي في النهاية لما تلاقي الناس بسبب رمضان طلعت في الجنة تندم ساعتها على الخيبة الرمضانية, وتندم ساعتها على المطبخ اللي قضيته في رمضان كله. هتعرف ساعتها قيمة التراويح, هتعرفي ساعتها قيمة ختمات القرآن لما نشوف الناس فازت بسبب رمضان. قد ايه يا جماعة, قد ايه رمضان. اللي مش هيشتغل, اللي مش هيتقل ميزانه في رمضان هيتقله امتى؟ اللي مش هيحول موته الافراح في رمضان هيعمل لموته امتى؟